بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ايش الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا اس اي. جايني ايميل من واحد اسمه سالم 88 سالم، يقول السلام عليكم اخوي، كيف حالك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله انك تكون بصحة طيب. يقول يا اخوي منيت علينا ودليتنا بذل البطولة، جينا الساعة 6 ولا قدرنا نسجل، 6 وربع ما قدرنا، 6 ونص ما قدرنا، فجأة اجي بعد نص ساعة القى التسجيل الغى وما عاد اقدر اشارك. يا اخوي يا تفتح بطولة زي الناس وتخلينا نشارك كلنا ولا لا تفتح. اول شيء حياك الله يا سالم، وش فيك معصب؟ التسجيل يا سالم وليه المستمعين، زي ما انت شايف قدامك، فتحت التسجيل الساعة 6:50، انك كنت بفتح الساعة 6 لكن ما قدرت عشان السيرفر هنق وشغلات زي كذا. الساعة 6:50 فتحته، الساعة 7:05 تقريبا 500 واحد سجل. كيف تبيني افتح وكيف تبيني اخلي التسجيل مفتوح؟ زي ما قلت لكم انا هذه، زي ما قلت لكم اول، انا هذه بطولة تجريبية، هذه اول بطولة، ان شاء الله جاية بطولات الالتيميت تيم، البرو كلب، الشغلات الثانية. فاتمنى انك ما تزعل او انك تشيل خاطرك، وبالعكس كلامك اتقبله بسعة صدر، وهذا انا رديت عليك وان شاء الله يكون كلامي مقبول لك والبقية. عموما ألف مبروك اللي تأهلوا دوري 16، دوري 64 خلصنا، دوري 32 خلصنا، هارد لك اللي طلعوا، عفوا تأهلوا دور 8، ألف مبروك لهم، هذا لأساميهم، ما شاء الله تبارك الله كل واحد، حمد KSA 2112 2112، حمد فاز في آخر مباراتين 3-0 لأن خصمه ما جاء، فيعتبر متأهل على طول، بيلعب إن شاء الله ضد ننك فهان 11-22، سمي الاسم ننك فهان، فاز آخر مباراة له في دوري 16 6-2 و4-0، فبيلعب محمد، بالتوفيق لهم إن شاء الله. في المباراة الجاية سويد 15 ضد فيفا 911، سويد آخر مباراة لعبها فاز 3-1 3-1، فيفا آخر مباراة لعبها برضو فاز 3-1 4-1. اللي بعده كلاشينكوف مع ركون، كلاشينكوف آخر مباراة لعبها فاز 4-3، والمباراة الثانية فاز ما شاء الله 8-0، كانت نتيجة كبيرة، ظهر أكبر نتيجة في البطولة للحين هي 8-0. بيلعب مع ركون فاز 3-0 3-0 في آخر مباراتين له. اللي بعد اللي هو فيجو طايف بيلعب آخر مباراة له، فيجو فاز 2-1 و5-2، بيلعب مع أوروبريكس والله ما أدري ترى الإنجليزي عندي، 3-1 4-1 4-0 فاز، فبالتوفيق لهم إن شاء الله. بالنسبة للإكس بوكس، الإكس بوكس عندنا بيلعب مارفلوس أعتقد ينطق صح كذا، ما أدري، لعبت بساميكم لعب، ما ليش استحملوني. بيلعب مارفلوس مع عناد 147، آخر مباراة المارفلوس 1-0، والمباراة الثانية برضو 1-0، وعناد مباراته الأولى انتهت 5-2 والمباراة الثانية 5-1. في بعدها المايسترو بيلعب مع سكاي اتش دي، المايسترو انتهت مباراته الأولى، انهزم من او اس ان اتش دي، وبيلعب مع سكاي اتش دي، الله يعينك يا مايسترو، بياخذ حقه سكاي. انتهت المباراة الأولى مهزوم مايسترو 1-0، المباراة الثانية فاز 2-0، فتأهل المايسترو. سكاي اتش دي مباراته الأولى انهزم 3-2 وفاز 3-1 المباراة الثانية، فتأهل سكاي اتش دي. المباراة الثالثة اللي هو اكس ليو او اليو او ما ادري، المهم انه بيلعب مع شوترز، فاز ليو 3-1 و4، المباراة الثانية 4-4 مع اي نزار القم يا نزار. طيب المباراة اللي بعدها شوتر لعب مباراتين،
الأولى فاز 4-3 والثانية انهزم 3-2 فتأهل فارق الأهداف. اللي بعد اللي هو توستد ميتل وديث كلو. المباراة الأولى حق توستد ميتل انتهى 3-0 والمباراة الثانية فاز 1-0، فاز في المباراتين. وديث كلو لعب المباراة الأولى فاز 4-0 والمباراة الثانية انهزم 2-1 وتأهل فرق الأهداف. ألف مبروك اللي تأهلوا، إن شاء الله يتوصلون للأدوار النهائية اللي يستحقه إن شاء الله. طيب الحين أنا قلت لكم النتائج، إذا بغيت تراجع النتائج اللي قبل تقدر تروح الموقع وتشيك دور الـ 64 ودور 32. النتائج عندك الآن، أبيك تتوقع لي من راح يوصل النهائي. كل واحد له توقعين، أبيك تتوقع من يوصل النهائي وأبيك تتوقع النتيجة. دار أني بصعبها عليك لكن معليش، الجائزة تستاهل. اللي جاوب ويطلع توقع صحيح راح ياخذ 500,000 كوينز، سواء على الاكس بوكس سواء على او على البلاي ستيشن. لكن اقول له اقولها مره ثانيه عشان ما تجي بعدين وتقول ما قلت لي، توقع اللي بيوصل للنهائي وتوقع لي النتيجه. على فكره ترى النهائي بيكون من مباراه واحده، فتوقع لي النتيجه حقت المباراه النهائيه وتوقع لي من بيوصل للنهائي. إذا توقعتها صح لك 500,000 كوينز. كل واحد له توقعين، لا تعطيني أكثر من توقعين. صعبتها لك لكن أعطيتك برضو خيار أنك توقعها مرتين. يعطيكم العافية ومشكورين على البطولة، ما قصرتوا كلكم، وإن شاء الله البطولات الجاية قادمة والكل إن شاء الله بحاول أخذ أكبر عدد ممكن من المشتركين. مشكورين ونراكم على خير إن شاء الله.